ماما هذا احساسك بالذنب هو اللي عم بيراهن عليه. نحن شو فينا نعمله؟ مريض بنجيب له دكتور، مو مريض ينضب بتاخته وينام. حاجتنا بقى اللي نحن فيه واللي انا فيه كمان. شو اللي انت فيه؟ انا كمان وقع بمشكله وبدي مين يساعدني على حلها. انت كمان؟ يا ويلي يا ويلي، كسرت ظهري كسرت ظهري كسرت ظهري يا ويلي. مريم احكي شو مشكلتك؟ بتتذكروا جهاد رفيقه لقصي؟ انا كنت اهرب من المدرسه واطلع معه مشاوير، ويوم اللي كنتوا سهرانين ببيت الدكتور حسني هربت من البيت ورحت مع رفقاتي، كانوا عاملين بارتي. ايه هاي القصة. وين المشكلة؟ المشكلة انه جهاد راح معي على المدرسة لما طلبوا مني يجيبوا لي امري، وقال لهم انه هو اخي قصي. الله يفضح. وهلا عم يهددني انه يفضحني عند المديرة؟ المديرة انا رحت وحكيت لها، وهي اللي عم احكي لكم. حبيت تسمعوا مني انا احسن ما تسمعوا منه هو. برافو عليك. وعم فكر اقول لقصي لا، كمان احسن ما يسمع من غيري ماما. ولك لا، ما في بقلبكم رحمه؟ اتركوه بهمه، بدكم تموتوه. ماما انا احسن يعرف اللي عم بيصير ولا نضل مخبيين عنه كل شيء بس مشان ما يزعل؟ مو كان الاحسن انه ما نعمل هالعمل؟ ماما نحن من الاول ما عم نلعب ونتولدن، حتى مريم اللي كانت عم تتولدن اجت لحالها تحكي اللي عم بيصير. بس لما بيكون مسمح لنا نعمل الاشياء الطبيعيه بحريه ما بيعود بنكذب عليكم او بتتفاجئوا اذا عرفتوا الحقيقه. خلص بقى خلص، لفي هالسير، ولما اخوك بيطيب بنشوف شو بصير. وانت يا كلبه يا ملعونه حسابك بعدين. اعملي فيني اللي بدك اياه، انا خلص ما عاد ضل عندي لا شيء خبيه ولا خاف منه. برافو عليك يا مريم. شلون عم تقولي برافو عليها؟ طبعا برافو عليها، لانه عملت اللي براسها وهلا عم تحكي بدون خوف. هذا الخوف اللي مكركبني طول عمره وما عم يخليني اعرف اتحرك. مريم غلطت؟ شو علي؟ كل الناس بتغلط، بس المهم الانسان ما يستمر بغلطه ويعرف يستفيد منه، هيك بصير اقوى. مريم اقوى مننا كلياتنا. لا تزعلي مني ماما، مريم حياتها صح مو مثلنا. الوحدة مننا بتمشي وبتتفركش بخيالها، لا عرفانين شو بدنا ولا عرفانين شو علينا، كلمة بتاخذنا وكلمة بتجيبنا. يا حسرة، من يوم ما شفت جهاد عم يحكي مع مريم رحت وعاملة جلاد عليها، مفكرة أحسن شي بالدنيا بعمله إني صير مثل أمي. خلاص بقى ليلى، تاري أحسن شي بالدنيا إنه تصير أمي مثلي. خلاص.